الفشل الذريع في نهائيات كأس أمم إفريقيا لم يمر بردا وسلاما على مبرد الإبراهيم، ليعصف بالمناجير العام أمين عبدي خارج أسوار المنتخب وتعيين الذراع الأيمن للرئيس السابق محمد روراوة جهيد زفزاف في منصبه. تعيين زفزاف لم يأتي من العدم، فالتقرير الأسود عن المشاركة الجزائرية في كان الكاميرون حتم على الجهات المعنية تعيين رجل بخبرة وحنكة هذا الأخير لتسيير مرحلة ما بعد الإقصاء المر والتحضير للمباراة الفاصلة المؤهلة لنهائية كأس العالم قطر 2022 التي هي بمثابة مسألة حياة أو موت، والتحضير لها يبدو أنه أكبر من رئيس الفاف شرف الدين عمارة الذي لا يملك الخبرة الكافية في التسيير الرياضي. وضع جهيد زفزاف في منصب مناجير عام للمنتخب الوطني وبصلاحية أكبر جعل البعض يطلق عليه لقب الرئيس الجديد للمنتخب الوطني، وهذا يعني من جهة تغييب لرئيس الفاف وتقليص لصلاحياته من جهة أخرى. فتعيين جهيد زفزاف جاء في وقت حساس وصعب ومرحلة مفصلية يمر بها المنتخب الوطني، خاصة وأن جل الأخبار تؤكد بأن هذا الأخير لم يكن خيار رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم شرف الدين عمارة الذي كان يفضل الدولي السابق عبد الحفيظ تصفوت في منصب مناجير عام. فهل قدوم جهيد زفزاف يعني بداية النهاية لرئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم؟